مساء الخير لكل مشاهدينا في الوطن العربي، أهلا بكل متابعي بيت للكل من كل مكان. حلقة اليوم هنكون فيها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نتجول في المعرض ونعيش معكم ما بين القراءة والثقافة. معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بدأت فعالياته يوم 25 يناير وينتهي في فبراير، ولكن حلقة الليلة موجودة من استوديو. الحقيقة نعود إلى استوديو القاهرة مع أيضا الزملاء الأعزاء، واسمحوا لي أرحب بزميلتي العزيزة الأردنية من تلفزيون الأردن الزميلة ألكسندرا البوري. مظبوط ألكسندرا؟ مظبوط، منورانا. مظبوط شفكي، منورة بوجودكم. أنا الحقيقة سعيدة جدا إني راح أكون معكم اليوم بأول حلقة من برنامج بيت للكل. هو أولا زرتي مصر بيت للكل. قبل كده؟ زرت مصر كتير، يعني يمكن أول مرة أجي مصر شغل، بس يعني زرت كل المناطق في مصر، الأقصر وأسوان واسكندرية والجونة والغردقة، يعني كل مصر كده مصرية جدا. فأنا سعيدة جدا إن اليوم معاكم عم نقدم أكيد بيت للكل من أرض مصر. يعني إن شاء الله تكون حلقة جميلة جدا، وخاصة إن عم نتحدث عن معرض القاهرة الدولي، المعرض العريق اللي استمر لسنوات جدا عديدة واللي بيجمع العديد من الأدباء والكتاب، مش بس من أنحاء الدول العربية ولكنه من أنحاء العالم. يمكن السنة أيضا ضيف الشرف لهذا المعرض مملكة النرويج. فاليوم حديثنا ممتع، كله أدب وثقافة وجمال أكيد من خلال أكيد الفن اللي رح يقدمه المعرض. أكيد وممتع بصحبتك طبعا. أنا ببقى سعيدة. شكرا. بكل الإعلاميات الفضليات اللي بيطلوا معنا. الحقيقة ألكسندرا أنا كمان عجبني الشعار بتاع المعرض، نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وأعتقد هو إذا كان هو شعارا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بس أنا أعتقد أنه هو شعار لدولنا العربية. صح. أن إحنا نصنع المعرفة طول الوقت من قراءتنا، من لغتنا، ونصون أيضا لغتنا ونصون أيضا الكلمة طول الوقت. خليني أحكي لك قصة معرض الكتاب القاهرة الدولي الكتاب. بدأ إمتى؟ التاريخ بيقول إن هو بدأ في الستينات، 1969. كان وقتها الحقيقة وزير الثقافة وقتها كان ثروت عكاشة، والاحتفال كان وقتها يعني احتفال بالعيد الثقافي، وكلف وقتها الدكتورة سهير القلماوي بالإشراف على الدورة الأولى لمعرض الكتاب. فاحنا بنتكلم على معرض كتاب له تاريخ، له زمن، يعني يصنع فيها المعرفة بمختلف يعني الزوايا وبمختلف الدول. يعني ما وقف معرض الكتاب، استمر لمدة كتير طويلة، يمكن بس وقف بسبب كورونا، يمكن تأجل من صحيح. يناير ليوليو. فعم نحكي عن معرض فيه استمرارية طويلة على مدى سنوات طويلة، ودائما بنقول احنا نقيم الأمور من خلال الاستمرارية. طول ما في استمرارية إذا هذا المعرض أكيد ناجح، ونتمنى له كل التوفيق. ومش بس نجاحه باستمراريته، أيضا في اليوم الأول عدد زوار المعرض بلغ 207,414 زائر، يعني عم نتحدث بعدد كتير كبير لأول أنا يوم. عايزة أقول لك حاجة، المعرض في التراث المصري ليه عادات وتقاليد، يعني البيت المصري لما يجي ميعاد معرض الكتاب لازم تلاقي البيت المصري يبقى فيه يوم مخصص للعائلة المصرية تروح تزور معرض الكتاب، وكتير جدا بيبقى عائلي، يعني تلاقي الأب والأم والأولاد أو الشباب، يعني إذا هو موجود في البيت المصري كعادات وما وتقاليد. أحلى العادة يعني، عشان كده الأعداد كتيرة جدا. أنا عايزة أقول لك على بال ما ينتهي المعرض ممكن قوي تسمعي إن الرقم يكون من 2 ل 3 مليون، فتخيلي 2-3 مليون بيزوروا معرض، يعني دولة، يعني دولة بتروح تزور معرض الكتاب. صح. من داخل دولة كبيرة. والرائع فيه إنه هو أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه الكتب اللي موجودة هي تناسب جميع الأعمار. صحيح. والفئات العمرية، يعني صحيح. يعني الأب بيلاقي كتاب يقرأه، الأم، الطفل، الشاب، المراهق، فهذا يعني كل الناس. لازم تروحي تزوري الجناح الأردني لأنه أكيد أنا لازم. أكيد. يعني أنا بشكل عام بحب معارض الكتب والكتب، وبحب أطلع عليه، فما بالك أيضا بمعرض القاهرة الدولي. طيب خلينا نروح نشوف معاكم فعاليات معرض الكتاب، ونشوف التقرير ده، يعني نتجول معاكم في المعرض، وإحنا بنذكر دائما شعار المعرض، نصنع المعرفة ونصون الكلمة.
التي للعلاقات المصرية النرويجية. نعمل ونحن نتمتع بعلاقات طيبة بين البلدين، وبالطبع مملكة النرويج ممتنة جدا لاختيارها كضيف شرف لهذه النسخة من معرض الكتاب. كما رأيت أن هذا هو حدث كبير، يشعر المصريين بالفخر لوجود مثل هذه الفعالية في بلادهم. إذن هذه هي نبذة عن العلاقات الطيبة بين مصر والنرويج. فإننا ممتنون كثيرا للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء الرعاية النرويج في غزة، والجهود التي بذلتها سفارتنا هنا بالتعاون مع السلطات المصرية في تسهيل عمليات إجلائهم. دنيتنا نسلين شوية أسئلة، الناس اللي بتبقى محتاجة تعرف عن مرض الاكتئاب ومرض الأرق وتأثير الأدوية النفسية. اوكي، ونازلين بحاجه تانيه اسمها اغلى الناس، دي خاصه بكبار السن، لما لوالدي بقى لوالدي لوالدتي الكلام ده كله لما بيكبر. احنا نازلين بتوعيه. اردت يعني ان اضيف لمسه الى المكتبه العربيه او الى الثقافه بوجه عام، وهذا يعني كما ترون في هذا العام إقبال شديد على المعرض، وهذا إن دل فإنما يدل على الوعي الكافي لدى الجمهور ولدى الشعب المصري خاصة والأمة العربية عامة. السنة دي مختلف خالص عن السنة اللي فاتت بكتير، عدد دور النشر زاد عن السنة اللي فاتت، الازدحام زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، والإقبال السنة دي لفت انتباهي، الإقبال السنة دي على الكتب الدراسية، ودي حاجة كويسة. مشاركين في معرض الكتاب بننصح بننزل نصايح للناس. كنا النهاردة عاملين فلوج عن دور النشر اللي تقدر تساعدك تشتري كتب ألمانية، ايه اكتر حاجه ممكن تستفيد بيها ككتب لغويه تنمي مهاراتك اللغويه لو نازل حابب او هدفك ان انت تطور اللغه سواء كالماني او سواء محتوى لغوي بشكل عام. معرض القاهره الدولي يعتبر من افضل المعارض عامه، يعني لكم الدول المشاركه فينا، قابلت واحد جناح المغرب يعني وجزائر وتونس والسعوديه واليمن والامارات، يعني عامة حاجة تبهر، يعني احنا كلنا مبهورين بالمعرض. وإلى فلسطين خلينا نروح لنشاهد هذا التقرير ونتعرف أكثر على المشهد الثقافي الفلسطيني. شكرا ألكسندرا، وبكل تأكيد أنا سعيد جدا بأن تنظم الدول العربية معارض للكتاب يكون هدفها تسليط الضوء على المشهد الثقافي العربي وإبراز كل مكونات الثقافة العربية من خلال هذه المعارض. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد بكل تأكيد نجاحات كبيرة، وسيكون هناك ضيوف كثر، وكذلك التركيز على الأطفال الموجودين في هذا المعرض في هذه الدورة. وفي فلسطين إن شاء الله تتاح الظروف خلال هذا العام لتنظيم هذا المعرض رغم المعيقات والتحديات الكبيرة المرتبطة بالاحتلال والعدوان المستمر على أبناء شعبنا، ولكن هناك إصرار فلسطيني بكل تأكيد على التحدي، الإصرار إبراز الهوية الثقافية الفلسطينية، محاولات التركيز على كل ما يشوب هذه القضية ومحاولات الاحتلال للسرقة والتزوير واستهداف الثقافة الفلسطينية بكل مكوناتها. على الشعر أن يهتم بتطوير طبيعة الشعر الجمالية، كما عليه أيضا أن يطور دور الشعر في علاقته بالواقع والمجتمع. وأنا أجمع بين النخبوية في الشعر وبين الجماهيرية، وهذه ظاهرة أنا أعتز بها كبيرا، أن يستطيع شاعر أن يجمع بين جمالية الشعر المتطورة باستمرار وبين إقبال الناس على قراءة هذا الشعر والاستماع إليه. أنشئت مؤسسة محمود درويش كمؤسسة وطنية بمرسوم رئاسي صدر في مدينة رام الله عام 2008، تقديرا للمكان التي تبوأها درويش في حركة الشعر والنثر الفلسطينية والعربية والعالمية، وسعيا من أجل تعميم منجزه على أوسع نطاق وتسليط الضوء على ما يسخر به تراثه الشعري والنثري من قيم نبيلة تتمحور حول حب الوطن وصيانة كرامة الناس، وتعزيزا لأفكار درويش وقيمه العقلانية والوطنية التي عبر عنها في مواقفه العملية
وفي مجمل إبداعاته طوال 5 عقود من الزمن لقضية شعبه العادلة في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال الوطني، وتعبيره الخلاق عن هذه القضية وما تشمل عليه من أبعاد إنسانية على النحو الذي حملها إلى شعوب العالم قاطبة، وبهدف الاستفادة من مكانة درويش لتوسيع الاهتمام العربي والعالمي بالشأن الفلسطيني، واعترافاً لدرويش بتفرده الإبداعي الذي جعله محط تقدير واحترام واسعين. بيروت فجراً يطلق البحر الرصاص على النوافذ، يفتح العصفور أغنية مبكرة، يطير جارنا رف الحمام إلى الدخان، يموت من لا يستطيع الركض في الطرقات، قلبي قطعة من برتقال يابس، أهدي إلى جار الجريدة كي يفتش عن أقاربه. اهتمت المؤسسة من اللحظة الأولى بجمع أعمال الشاعر وتراثه وحفظهما، حيث كان هذا الهدف الأول من إنشائها، ثم عملت على إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض في منطقة ضريح الشاعر في رام الله، أفضت إلى إنشاء متحف محمود درويش وحديقة البروة. تهتم المؤسسة بتنظيم الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية والأكاديمية، كما عملت على إنشاء جائزة سنوية للإبداع في مجالات الثقافة والأدب والفنون تمنح لمثقفين من فلسطين وخارجها. واقفون هنا خالدون هنا، ولنا هدف واحد واحد، أن نكون. أنشأت المؤسسة متحف محمود درويش، وهو أحد المؤسسات الثقافية في فلسطين التي أخذت على عاتقها مهمة المساهمة في خلق المشهد الثقافي الفلسطيني المستنير، من خلال دعمها ورعايتها لعدد كبير من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، حيث يوفر المتحف وسيلة للفلسطينيين لتقديم إبداعاتهم الفكرية والأدبية والفنية للجمهور الفلسطيني، كما يعمل على أن يكون جسراً بين مختلف ثقافات المنطقة من خلال استضافة رواد المبتكرين وإتاحة الفرصة للجمهور الفلسطيني لمشاهدة أبرز الإنتاجات الفكرية والثقافية للعرب المبدعين. افتتح المتحف رسمياً عام 2012 في الذكرى الرابعة لوفاة درويش، حيث صممه المهندس المعماري الفلسطيني جعفر طوقان، وهو مركز ثقافي وحديقة عامة في رام الله فوق تلة مطلة على القدس، ويضم قاعة متعددة الأغراض ومكتبة ومتحف لمقتنيات الشاعر الكبير ومسرح صيفي خارجي مصمم على الطريقة اليونانية القديمة، إضافة للضريح والحديقة العامة. للمتحف تأثير كبير على المشهد الثقافي في فلسطين، حيث قدم الفرصة وساهم في ظهور عدد كبير جدا من الروائيين والكتاب والفنانين والشعراء للمرة الأولى، وكان حلقة وصل بينهم وبين المجتمع والجمهور والقراء. على شكل كتاب مفتوح بني متحف شاعرنا الكبير الذي رحل عنا تاركا وراءه إرثا كبيرا من المخزون الثقافي والأدبي يروى بقصيدة ومتحف بني لتخليد ذكراه. أهلا بحضرتكم في إطار تغطيتنا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وطبعا هذا المعرض اللي بيضم كل أنواع المعرفة وكل أنواع القراءات. الحقيقة معرض بديع الجمال، أن تتجول بين الدول المختلفة، أكثر من 70 دولة، أكثر من 1200 ناشر، وأن تعيش أنت ونفسك
كخيال القارئ بين كل هذه الأروقة الجميلة الثقافية. اخترنا الحقيقة في بيت للكل أن نطلعكم وأن ندخلكم معنا إلى معرض الكتاب في زيارة جميلة بين أفكار الأدباء والكتاب. في ضيافة بيت للكل اليوم وفي استوديو القاهرة الكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والذي أثرى الحقيقة المجال الأدبي والشعري بكثير، وهو أيضا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، عضو اللجنة الاستشارية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أستاذ أحمد منورنا. الله يخليك، بجد منورنا ونور معرض الكتاب الحقيقة داخل علينا في الاستوديو. الله يخليك استاذه شفيق، شكرا. الله يخليك. خلينا نسال حضرتك اولا، تعمل لنا كده تقييم يعني نعرف بيه مشاهدينا في دولنا الاربع عن الدوره ال55 لمعرض الكتاب. هو هذه الدوره هي دوره مختلفه من على جميع المستويات وعلى جميع الجهات، يعني ففيها تنوع واختلاف، وايضا في استحداث لاشياء كثيره ومحاور جديدة لم تكن موجودة. هو أيضا ليس معرضا مصريا، لكنه معرض عربي وعالمي، بمعنى أنه هناك كتاب وأدباء من مختلف أنحاء العالم. استحداث حوار طويل وعميق لمدة ساعة ونصف الساعة مع شخصية ثقافية أو فكرية أو فلسفية أو شعرية من أيضا من مختلف أنحاء العالم. أيضا الحضور الكثيف ليس فقط للجمهور الذي جاء ليقتني كتبا، ولكن أيضا للاستماع، بمعنى أنه يعني لا يعني ليس لأنني هذا العام عضو اللجنة العليا لتنظيم معرض الكتاب، ولكن لأنه في إقبال كبير، وفكرة أنه المعرض بعيد عن وسط المدينة هذه فكرة يعني غير مقبولة وانتفت، لأنه هناك أساليب في التواصل يعني للمواصلات وكذا. أيضا المعرض يحتوي على البحث عن هوية مصر من خلال سليم حسن، وأيضا إعادة طباعة كل الأعمال التي ألفها وترجمها سليم حسن، بمعنى موسوعة مصر القديمة كانت قد صدرت في مشروع مكتبة الأسرة ونسيها الناس ولم تعد موجودة، وإذا وجدت فهي ستكون في سعر يعني مرتفع، فأعيدت طباعتها من جديد. وأيضا الكتب، هو كان يترجم عن الألمانية والإنجليزية والفرنسية، فله أعمال لم تكن مترجمة، فأعيدت طباعتها. أيضا الاحتفاء بطه حسين طبعا، يعني مرت 50 عاما 50 سنة على رحيله، والمدهش أن فقط ليست مصر هي التي طبعت أعماله، ولكن مختلف البلدان العربية، يعني صدر في شمال إفريقيا وفي المشرق أيضا من مختلف دور النشر، لأنه يعني صار بابليك دومين، يعني متاح بعد 50 سنة يستطيع أي إنسان أنه ينشر الكتاب دون أن يدفع. فإذا الاحتفاء بطه حسين إذا هيكون من أكثر من دولة. نعم. أيضا قامة من القامات العربية، يعني إحنا كدول عربية أيضا لنا نصيب من هذا الإبداع. ولدينا مؤتمر، يعني في الجديد أن هناك 6 مؤتمرات، كل يوم مؤتمر اليوم الواحد، يبدأ من 10 صباحا وينتهي حتى 8 مساء، ويشارك في كل مؤتمر يعني مثقفون وكتاب وأدباء وأكاديميون من مختلف البلدان العربية، يعني حتى طه حسين، كل جاء من بلده ليتكلم عن تأثير طه حسين في الجزائر، في فلسطين، في الأردن، في العراق، في سوريا وهكذا. يعني أستاذ أحمد، يعني عنا تفاصيل كتير أكيد رح نبحثها مع حضرتك فيما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي، يعني نقول كمان ألف مبروك هذا المعرض اللي استمر على مدى سنوات كتير طويلة، ولكن السنة ضيف الشرف للمهرجان هي مملكة النرويج. نعم. إذا بدنا يعني نعرف من حضرتك قدي مدى تأثير ضيوف الشرف بشكل عام، وعلى أي أسس بتختاروا كل سنة ضيوف الشرف؟ مصر الثقافية تحاول أن تفتح ليست نافذة واحدة ولكن نوافذ عديدة على الآخر. نعم. هذا الآخر الغربي. صحيح. الذي لا أراه متفوقا علي طبعا، أنا متفوق كعربي بثقافتي بفكري بديني
بما احمل من ثقافه وفلسفه وكذا، ولكن لابد من هذا التواصل يعني بين مصر وسواها. كوننا نذهب الى دوله اسكندنافيه مثل النرويج، هي دوله صغيره ولكن الثقافه والشعر فيها، انا يعني زرت عديد من دول الاسكندنافيه، الثقافه السويد الدنمارك النرويج فيها ثقافه وفيها شعر اكثر بكثير من دول كبيره للاسف يعني. وايضا هناك حوالي 5 أو 6 حصلوا على جوائز نوبل في الادب، اخر من حصل فاز بجائزه نوبل عام 2023 في اكتوبر 2023 يعني قبل اشهر. فكانت فرصه ان نستضيف البلد الذي كان ينفوس الروائي. طبعا انا عايز يعني ارد على السفيره النرويجيه في القاهره، هي قالت اتمنى في المؤتمر الصحفي اتمنى ان يترجم، ان تقوم مصر يعني او اي دوله عربيه بترجمه ينفوس الى العربيه، وانا اقول لها ان مصر قد ترجمت، مصر وسوريا قد ترجمت ينفوس قبل حصولي على نوبل بحوالي 3 أو 4 سنوات. فايضا فعلا هم يعني دعوا النرويج، دعت عدد من الكتاب والادباء يعني الروائي صاحب الروايه الشهيره عالم صوفي موجود بيننا في القاهره، عدد من الشعراء ومن الكتاب والمستعربين الذين يعني يدرسون الادب العربي ويشاركون معنا بشكل يومي، واظن انه يعني عدد من حدثت اتفاقات مع عدد من دور النشر المصريه والعربيه لترجمه اعمال من النرويجيه الى العربيه، وهنا في مصر على الاقل انا اعرف انهم يترجمون عن النرويجيه مباشره. تمام، وده في حد ذاته شيء جميل، هو الاطلاع على العالم، هو ده مكان معرض الكتاب ان يكون فيه هذه الثقافات المختلفه. انا سعيده كمان في ظل هذه التظاهره الثقافيه الرائعه، الكسندرا احنا عندنا كاتب كبير يعقوب الشاروني. نعم. واللي توفى الحقيقه في هذا في عام 23، وسريعا جدا تم يعني وضعه في الجدول، وايضا الاحتفاء به واحتفاء بكل ما كتبه خاصه للاطفال. فكره سريعا استاذ شفكي يعني بالمناسبه سريعا لاني بزعل قوي انه ما بنلحقش، فانتوا لحقتوا الحمد لله يعني. لا والله يعني نحن اخترناه قبل ان يرحل. يعني فإذا الخسارة أنه هو لم يكن موجودا، لكن يعني هو حتى أشرف بنفسه قبل رحيله يعني 92 أو 93 سنة، وأنا يعني لدي علاقة يعني طبعًا جيدة معه، بحيث كنا يعني يعمل معنا في الأهرام، لديه أشرف بنفسه على البرنامج الخاص بالاحتفال به وراجع الكتب التي صدرت عنه. والجميل أنه نفتح أيضا بابا لمعرفة الأجيال الجديدة بما قدمه، لأنه لديه أكثر من 300 كتاب في مختلف المعارف والثقافات يعني. فيعقوب الشاروني أيضا أعيد طباعة بعض أعماله، لأنه من المستحيل أن يعاد طباعة 300 كتاب، لكن الآن صار متاحا للجمهور للأجيال الجديدة بسعر أيضا في متناول، وهناك تخفيضات كثيرة على الكتب المطروحة يعني. يعني أستاذ أحمد، من ضمن التقارير اللي شفنا الإقبال الكتير كبير على معرض القاهرة الدولي، اللي بيميز أيضا المعرض مش بس الإقبال وعدد الزائرين اللي زاروه، أيضا اختلاف الأعمار يعني طبعا. في فئات عمرية مختلفة مش بس كبار السن، يعني إحنا دائما متعودين يمكن على القراءة وحب القراءة للفئات العمرية يمكن الكبيرة، ولكن عم نشوف شباب، مراهقين، أطفال، وأيضا كبار سن. يعني هو أن طبعا هو ليس فقط الذهاب لشراء الكتاب، ولكن له فسحة ثقافية، فسحة روحية للأسرة أو للأب عندما يأخذ ابنته أو ابنه معه ليشتري. لابد من تعويد القارئ أو الإنسان المواطن يعني على أنه يقرأ ويفقه في الثقافة وفي الكتب. وهذا التنوع يعني في كتب كثيرة جدا موجودة، بمعنى أنه من يريد أن يذهب إلى الأدب أو إلى الفلسفة أو إلى الشعر أو إلى العلوم أو التكنولوجيا أو الكيمياء أو الفيزياء، هذا التنوع موجود في دور النشر
المصريه او العربيه. واظن انه يعني نهايه كل معرض بيكون الحصيله الذين اتوا حوالي 5 ملايين، العام الماضي كان 4 ملايين، هذا العام 5. يمكن احنا دولة. حتى يمكن بالضبط اذاعه هذه الحلقه ربما يكونوا هيعدوا 2 مليون صح. يعني آه طبعا. ولسه طبعا او اكتر يعني طيب خليني برضو اخد تعقيب سريع، يعني زي ما الكسندرا قالت انه يعني في شباب متواجدين بشكل كبير في المعرض، ولكن لانه كمان بيوازيهم ايضا ناشرين من الشباب صحيح. وبدانا نقرا لكثيرين من الناشرين، هم من الجيل الشباب اللي بيكتبوا كتب كتيره ولهم ايضا جمهورهم، فايضا دي الاتاحه اعتقد بقى معرض الكتاب هو المتنفس للناشرين الصغار. هو معرض الكتاب بيقدم ذكرى خالده بين قوسين للكتاب الشباب، الكتاب الجدد، لا احب كلمه الشباب لانه الكتاب الجدد الذين ينشرون للمره الاولى صح. فانا يعني قابلت امس وقبل يومين عددا كبيرا من الكتاب الذين ينشرون للمره الاولى، هذا فرح شخصي وفرح مختلف طبعا ومهم، لانه يقدم يعني ذكرى تبقى لمده طويله مع الانسان. دور النشر ايضا يعني مثلا للمره الاولى تشترك 62 دار نشر من السعوديه، هذا امر جديد على المعرض الكتاب. هذه اغلب دور هذه النشر هي دور جديده انشئت هذا عام 23 و22 و21 في الانفتاح الجديد في المملكه العربيه السعوديه. ايضا دور نشر تشارك للمره الاولى، يعني أي لأنه هذا التنوع وهذا الاختلاف وهذا هذه المغايرة في نشر الكتب في الأفكار المطروحة، يعني هناك بعض دور النشر المصرية أو العربية متخصصة في ترجمة الأدب من الأدب الفرنسي أو الأدب الإنجليزي صحيح. الأدب الأمريكي وهكذا، فهذا التنوع مهم يعني نعم. يعني عم نحكي عن التنوع وعم نحكي أيضا عن التغير، يعني عم نشوف في متغيرات كتير عم بتصير خلال السنوات الماضية وبسرعة، وحضرتك على مر السنين لك باع طويل في مجال الأدب والشعر. إذا بدنا نحكي عن ذائقة المتلقي، هل اختلفت ما بين الماضي خلنا نقول والحاضر؟ والله أنا سأحكي عن تجربة شخصية فيما يتعلق. أنا لدي مشروع هو ديوان الشعر المصري نعم، وهو يعني يغطي مساحة 1000 عام من الشعر في مصر. نحن في المدرسة يعني الأستاذة شفكي يعني تعرف هذا جيدا أنه درسنا الشعر الجاهلي، الشعر الأموي، الشعر العباسي، الشعر الأندلسي صحيح. وللأسف لم ندرس الشعر المصري صحيح، يعني من العصر الإخشيدي، العصر الفاطمي، العصر الأيوبي، العصر العثماني الحديث للأسف دلوقتي. هذا فهذا المشروع يغطي 1000 سنة وحتى محمود حسن إسماعيل. قد تسألينني لماذا محمود حسن بعد محمود حسن إسماعيل في صلاح أبو الصبور وحجازي وإلى آخره، هؤلاء موجودون وشهيرون وكتبهم متاحة. فأنا صدرت أربعة كتب من هذه السلسلة، أربعة كتب ب 130 جنيه بعد التخفيض. كم الإقبال على من الجيل الجديد على البهاء زهير ابن النبات المصري ابن النبي ابن سناء الملك يا سلام نعم. وهؤلاء بالمناسبة اكتشفهم الملحنون رياض السنباطي، أبو العلا محمد صحيح. ورحبنا يا شقيق الروح من الجسد من ما يكتبون طبعا. عارف أقول لحضرتك ليه طبعا. أيضا إقبال بالذات، يعني أنا بتفق دايما يا ألكسندرا أنه أنا بشوف أن الشباب يعني رغم اتهامهم بالعكس الشباب بقى هم ناقلين للأدب وللشعر. انت بتلاقي حضرتك على السوشيال ميديا كتير من الشباب بيبذل مجهود عشان يجيب بيتين من الشعر نعم، نعم. يحطهم ويقولهم عشان يبقى متفرد نعم. فقد نستغل هذا الشيء زي ما حضرتك قلت، ويبقى عندنا تجديد وتحديث لدواوين خاصة بالشعر المصري. هي هذه التجربة اولا تقدم يعني تقول للناس ان هناك شعرا مصريا كان موجودا ولكنه اهمل ونسي وترك ولم يدرس في المدارس والجامعات، وايضا يعني تفتح الطريق لدراسات اكاديميه لتدرس هؤلاء الشعراء ويكون موجود. لكن فكره الاختلاف الذائقه انا مع انه في الناس تقرا، هناك اقبال على الكتب، في كتب
ليست الكتب التافهه هي الاكثر مبيعا للبيست سيلر، لكنه هناك كتب جاد ايضا اكثر مبيعا، في اقبال مثلا على وصف مصر الموسوعه الكبيره، ففي اقبال من مختلف الاجيال، ليس فقط يعني نحن فعلا علينا ان نخجل من مساله الشباب، لا الشباب يقرا صحيح. واحنا سعيدين بهذا الشيء، ولكن لابد يمكن من انه نطرح هذا السؤال اكيد نعم. من شخص متخصص، ولكن الواقع يعني لما عم نشوف على لا لا الواقع احنا دائما لا 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 انا لا اقول لك يا استاذه الكسندرا، لكن بشكل عام نحن يعني اهل زملائي واساتذتي واصدقائي يقولون خلاص الشباب لا وكذا صح. يعني في مساله لا غير صحيح. طب ذكرت لنا أستاذ أحمد ديوان الشعر المصري يعني نعم. وما يحمل من تعب وسلسلة تاريخية يمكن من الأحداث، أدي أخذ معك وقت يمكن في تحضير هذا الديوان؟ شوفي يعني الأربعة كتب تحمل اسمي، ولكن هناك 50 حتى الآن 50 أكاديميا وشاعرا من مصر والبلدان العربية سيكتبون عن شعراء مصريين. أنت تعرفين عمر بن الفرد طبعًا. من شعراء مصر طبعا، ولكن أنا يعني يقال إن أنا بتاع تصوف يعني هناك ابن الكيزاني صاحب الطريقة الكيزانية أنا لم أكن أسمع به من قبل، وله صحيح. ديوان مهم جدا من كبار الشعراء، هذا سيصدر طبعا عقب انتهاء المعهد. نحن نكتشف أسماء هي ليست جديدة لكن كانت مهمة في زمانها، يعني ابن سناء الملك يعني صدر الكتاب الذي كتب عنه كتبه كاتب سوري أكاديمي سوري صدر سنة 60 يسميه أمير شعراء المشرق يعني كان هو مش يسميه كان هو اسمه في ذلك الزمان يعني أمير الشعراء المشرق. طب قبل هذه الأسماء مختفية يعني حضرتك يعني لماذا يعني ونحن عندنا دائما معارض مش بس في مصر في الأردن في الدول العربية كثيرة معارض للكتاب وللكلمة، لماذا تختفي هذه الأسماء اللي هي في الأصل هي معدن دولنا العربية وشعرنا العربي؟ لأنه أولا يعني لو لم تستضيفيني أنا الآن ما لا أحد مثلا سيرى أحمد الشهاب، لكن أيضا لأنه لم يدرس في المدارس الإعدادية والثانوية ثم الجامعة المناهج التعليمية في المناهج التعليمية، ولكن في أساتذة الجامعات وزارة الثقافة لماذا لا يتم حصر شعراء والتاريخ؟ يعني هذا دور الدكتور أحمد بهي الدين هو الذي اقترح هذا المشروع علي ونفذته. لو لم يقترح هذا المشروع علي لما نفذ ولا ما يعني الامر لا كلها اجتهادات شخصيه. استاذ الشرقي اذا اجتهدتي فانت ستقدمين، اذا لم تكتبي كتابك انت الكتاب كتابك الشخصي لا احد سينظر الى سين او صاد من اكيد يعني يمكن استاذ احمد عم يحكي بشكل عام بصير في يعني عدم محدودية بمصادر الشعر صحيح. وإذا نتحدث تحديدا اليوم عن الشعر المصري والشعر المصري هو شعر عربي يعني الأردن العراق نعم. فلسطين كل الدول العربية بالمناسبة هؤلاء الشعراء الذين درستهم أو قدمتهم كانوا يعيشون ما بين الشام نعم. ما بين فلسطين ويعودون إلى القاهرة، كانت المسألة لم تكن فكرة الحدود موجودة في ذلك الزمن، كانت هناك أيام الخلافة الإسلامية. وأيضا دعيني بس أذكر نحن نحتفل في هذا المعرض بنازك الملائكة رائدة الشعر الحديث صحيح. إذا لم نقدمها إلى القارئ الجديد لن يسأل أحد من تكون نازك الملائكة صحيح. صحيح. يعني أنا أعرف يعني شخصية مهمة في يعني تقول من نازك الملائكة صح. فما بالك القراء الجدد أو الشباب نازك الملائكة عاشت من مجهود يعني احنا نشكر بيت للكل النهاردة نشكر كل الشباب الحقيقة رؤساء التحرير عندنا اللي بيبذلوا مجهود. طيب أنا عايزة أنقل الحديث لحاجة وتشترك معايا ألكسندرا طبعا فيه، يعني احنا كمان واحنا بنتكلم على الشعر أعتقد أنه جزء من إثراء الشعر ووجود الشعر أيضا أنه كانوا المؤلفين يعني كانت سيدة أم كلثوم عبد الحليم الله. فريد كل الأسماء الكبيرة كانوا يتغنون باللغة العربية الفصحى نعم. وبالشعر يعني لما حصل الحدث في فلسطين انتشرت أغنية
الآن عندي بندقية. نعم الآن عندي بندقية. الآن نعم. عندي بندقية وبدأت تتغنى في 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 دول كثيرة جدا. وبدأ الناس يسألوا إيه ده أم كلثوم قدمت أغنية نزار قباني. نزار قباني وألحان الموسيقار عبد الوهاب وغناها معاها أيضا. فإذا الناس تتقبل هذا والناس تريد أن يعني تغني قصائد وشعر، فهل هو تقصير من الأغنية أم اختفاء أيضا الشعر المغنى؟ لا الشعر المغنى الشعر الذي يمكن أن يغنى موجود موجود، سواء كان شعرا حديثا أو شعرا حديثا قديما موجود. ولكن أعطيني بليغ حمدي أو أعطيني عبد الوهاب أو أعطيني رضا الصنباطي أو أبو العلا محمد أو نحن نحتاج يعني إلى موسيقيين أو مؤلفين موسيقيين مهمين لكي يقدموا هذا النوع. وأيضا بدليل هناك ناس تعاطفت أو يعني توأمت أو تعاطفت أو مع كاظم الساهر عندما غنى عددا من قصائد نزار قباني. إذن المسألة متاحة لو 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 يعني النية الموسيقية موجودة يعني هناك نوايا هناك منتج حقيقي يقدم هذا. يعني الفكرة ليست في الشعر ولكن في لأنه الأغنية يعني فيها موسيقى وفيها كلمات وفيها منتج طبعا ما تحتاج إلى شركة. صحيح. يعني أستاذ أحمد عم نتحدث هلأ بانفتاح كتير كبير، يمكن زمان قبل الإنترنت لما كنا بدنا نبحث عن أي قصيدة كنا مضطرين نروح للمكتبة ونفتح دواوين الشعر حتى نقدر نبحث عنها، ولكن هلأ في سهولة بشكل كتير كبير لمعرفة القصائد الشعرية والبحث عنها. ولكن إذا بدنا نتحدث يعني بهاي السهولة اللي بنقدر نلاقي فيها الشعر، ولكن بنحس انه ايضا ابتعدنا عن الشعر، كيف بنقدر انه يعني ندعم المنتج الشعري سواء مصريا او عربيا لمجموعه الشباب والمتلقين الجدد زي ما عم بتسميهم حضرتك؟ شوفي ابتعدنا عن الشعر يعني ده غير صحيح. يعني انا من شهرين كان عندي كتاب صدر في الولايات المتحده الامريكيه اسمه ألون باي ذا نايل وحيدا قرب النيل، ترجمة من العربية إلى الإنجليزي وبيع بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أرى أنه مسألة تلقي الشعر في الولايات المتحدة الأمريكية مثله مثل تلقي الشعر في الأردن في مصر في العراق في فلسطين في المغرب فكرة أن يتاح الكتاب للجمهور إن إعلان عنه. يعني أنا عندي كتب بعد 80,000 نسخة. لماذا؟ ترويج. لأنه كان في مكتبة الأسرة. ترويج أكثر. كان في مكتبة الأسرة. فهي فكرة طبعا لأنه في النهاية يعني إن لم يعني يسمع القارئ بكتابك أو بكتاب سين أو صاد من الكتاب لن يذهب إلى شرائه. مسألة وطبعا سهلة وسائل الاتصال الحديثة انه للترويج هذا الكتاب. ايوه اصبحت مواقع التواصل مهمه يعني. فيها نسبه من لكن النشر الجيد هناك دور نشر تحت السلم. لا صحيح. انا خلينا نتكلم بصراحه هناك دور نشر صغيره جدا. وهناك بالمناسبه الان تجدين كتابا الطبعه 20 كل طبعه 50 نسخه. احنا بنطبع 5000 و3000 و4000 يعني ممكن تطبع كل يوم. بالضبط كده. فهي الفكره انه الآن في ظاهرة سيئة جدا تواجه الشعر ليس فقط في مصر ولا في العالم، وهي فكرة انه الطباعة ديجيتال انه اطبع من الديوان 100 نسخة ب 10,000 جنيه. ايوه يعني انا اوزع 100 نسخة على اهلي يعني واخواتي طيب خلينا نفضل في جمال معرض الكتاب وفي الكلمة وناخذ فاصل، وقبل الفاصل نستعمل ايضا شعار معرض الكتاب نصنع المعرفة ونصون الكلمة. عودوا إلينا بعد قليل. أستاذ أحمد يعني قبل ما نتحدث عن أعمالك بشكل مفصل نوعا ما يعني على قد ما بيسعفنا الوقت، ولكن يمكن بدي أسأل حضرتك، أكيد ألقيت الشعر في العديد من المحافل سواء في الدول العربية أو الأجنبية، كيف بتخبرنا عن المتلقين؟ شو اللي بيفرق ما بين المتلقين في الدول العربية وفي مصر وأيضا في الدول الأجنبية؟ شو الاختلاف؟ ربما هو الجمهور في كولومبيا
في أمريكا الجنوبية هو الجمهور الأكثر غرابة في العالم، لأنه يعني ينصت إليك في الندوة، يعني الندوة البسيطة العادية حوالي 2000 شخص، في الندوات المفتوحة حوالي من 7000 إلى 10000. هذا أمر مختلف طبعا. يعني أنا راجع من الهند ومن كوالالمبور، هناك يعني أيضا تلقي مهم، هنا أيضا تلقي مهم في مصر، حتى عندما أكون في الأردن تلقي في الزرقاء أكثر حضورا وأهمية من التلقي في عمان. دائما التلقي في المدن أدنى، كأنه مشغولون مهبوشين، الانشغالات العواصم دائما منشغلة. فتلقي تلقي زي ما حضرتك رحت أي محافظة من محافظاتنا الجميلة بالضبط، هتلاقي شعبية وحضور مكثف أكثر من القاهرة مثلا. لكن الأهمية في عندما أكون في أي بلد، يعني فكرة الترجمة، عندما يكون لديك ترجمة حقيقية جيدة، لأن الترجمة ليست فقط أنه تتقنين الإنجليزية وتتقنين العربية، ممكن يختلف المعنى بشكل طبعاً كبير في الترجمة. بالعكس، أنا في كتب أعدمت صحيح. يعني أنا عندي 13 كتاب باللغة التركية، منهم كتابان أعدمة. لماذا؟ لأنه الترجمة، في رسالة ماجستير في كلية الألسن عن شعري، عن فضائح ترجمتي إلى اللغة التركية. فإذا الترجمة هي التي تسهم وتساعد في طبعاً تقديم الشعر بشكل جيد، والتلقي هنا يكون كأنه مكتوب بالإسبانية، كأنه مكتوب بالإنجليزية أو بالفرنسية. المسألة فعلا، لكن أقول أنه نحن لدينا شعراء مهمون في العالم العربي، لدينا غسان زقطان صديقي وحبيبي من فلسطين، هذا رجل حاز على أكبر جائزة شعر في الدنيا اللي هي جائزة جريفن في تورونتو، وهي جائزة الأولى في الشعر، وهو واحد من الناس الموجودين الآن في العالم. إذا كان في أدونيس ودرويش، فأيضا هناك غسان زقطان بترجمة فادي جودة، وهو شاعر فلسطيني طبيب أمريكي فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد قدمه بالإنجليزية بشكل جيد. هنا الترجمة هي روح، بتنقل روح جديدة للشعر. صحيح. وقوة الترجمة طبعا. جميل الجمال. طيب أنا عايز أخرج من الكلام اللي هو بيقولوا عليه مجعلص عندنا في مصر وكبير، وأنزل كده لمشاهدينا وتسمعنا كده أبياتا أنت تكون بتحبها ترددها دايما بينك وبين نفسك، يعني قصيدة قصيرة. يا سلام. يا ريت. غمامة حطت على كفي وعلقت حملها، قالت كل ما بي ليس لي، نصف لأرضكم يغير شكلها، ونصف للفتى أحمد يعيد لقلبه بعض الأمان. يعني إن شاء الله مش بعض يكون إن شاء الله كل الأمان. كل الأمان أستاذ أحمد. يعني يمكن كسرنا حدة الحوار زي ما قالت أستاذة شافكي بهاي القصيدة وجزء من القصيدة الجميلة، ولكن أنا صار عندي فضول أعرف، لما تفضلت وحكيت عن الترجمة، نعم، على أي أساس بتختاروا الكتب أو الشعر الذي يترجم ولأي لغة؟ يعني هل بتشوفوا هذا الموضوع مثلا بحبوه الفرنسيين، أو ممكن يروج في فرنسا فتترجموه للفرنسية مثلا، على أي أساس؟ يعني هو الشائع هو selected poems، يعني مختارات شعرية، إنها مختارات، يعني ليس دي، يعني عندي كتب كاملة في لغات، كتب كاملة مترجمة، ولكن الأنجح هي المختارات الشعرية التي تغطي مثلا 20 عاما، مثلا 10 سنوات 20 عاما من شيء. هناك في فرايتي، تنوع، اختلاف، وتقدم ما هو شعر. تمام. لأن أغلب ما يكتب، يعني مش ما أغلب، يعني عدد كبير ما يكتب ليس شعرا، يعني في لغة وفي وزن وفي نثر، لكن ليس شعرا، مش الشعر بموزون لا، من داخلي أقصد، يعني من داخلي. تمام. فإذا المسألة إنه وأيضا تتم العملية بشكل شخصي، لأن للأسف في بلداننا العربية جميعا ليس لدينا المؤسسات والمنظمات والوزارات التي تريد تختار، التي تريد أن تقدم. دعيني في أقل من ثانية، إنه البرتغال، نعم، قالت لماذا لم يحصل كاتب روائي أو شاعر من البرتغال على جائزة نوبل؟ علينا أن
أن يفوز البرتغالي بجائزة نوبل. فظلت 10 سنوات تضخ وتدفع بخصوص راماجو تمام وتنشره وتدفع أموالا لدور النشر وتدعمه إلى أن فاز. وهو كاتب كبير بالمناسبة ولم يكن يحتاج للحكومة. الصين أيضا تفعل نفس الشيء معنا في معرض الكتاب. يعني تتبناها الدول كمشروع؟ نعم معنا في هذا المعرض. بس برضو خلينا نحط بين قوسين بأن نوبل مسيسة. أكيد أكيد أنا معكي معكي تماما. معنا شاعر. وإلا الهند العظيمة دي فيها سنة 1913 فقط طاغور صحيح. واحد على مدى التاريخ. الأمة العربية العظيمة دي واحد على مدى التاريخ هو نجيب محفوظ 1988. معنا هنا في المعرض شاعر عظيم مهم قدمه أدونيس في ترجمة من ترجمة محسن فرجاني وصدر في بيت الحكمة في القاهرة. هو جاو لي هونغ. هذا شاعر عظيم ومتواضع وجميل. ويعني قدمنا معه أو أنا يعني ومحسن فرجاني لقاء من ساعة ونصف الساعة. الدولة الصينية هي التي تدفعه. طب أستاذ أحمد لما نحكي عن جائزة نوبل وعلى أساس ذكرت جائزة نوبل حتى نحصل على جائزة نوبل يجب أنه تترجم الأعمال. الشعر المصري إذا نتحدث عنه هل هو قابل للترجمة للغات معينة أو غير قابل للغات أخرى؟ أي شعر قابل للترجمة ولكن المترجم الحصيف الذي يعي روح لابد أن ينقل الروح الروح والثقافة. لأن هناك مثلا من أخطاء لماذا نجيب محفوظ شهير وكاتب عظيم وكل شيء صحيح. ولكن عندما تترجمين السكرية إلى شوجر ستريت العنوان غلط يعني طبعا وهكذا يعني أخطاء عندما تترجمين البداية ونهاية رواية بداية ونهاية صح. إلى البداية والنهاية كتاب إسلامي يعني من يعني ذا بيجينينج اند ذا اند ده كتاب اخر خالص. يعني هو الشعر لازم تحسه تفهمه يدخل روحك والشخص اللي يترجمه لازم يترجمه بهاي صحيح الصيغة. الغريب انه يعني بما ان احنا ذكرنا قدمنا الكبير نجيب محفوظ ونوبل الغريب انه في الحيثيات بتاعه الجائزه قيل في التوقيت ده قيل بانه يعني الغريب ان يحصل اديب كبير كنجيب محفوظ واديب عربي على نوبل فيما كان يتوقع أن الجائزة تروح للشعر العربي لحد من الشعر العربي لأنه ده الأكثر تنافس للغرب مش الأدب ولكن أخذها نجيب محفوظ. هو أدونيس على اللائحة. أدونيس 93 سنة الآن ربنا يديله العمر طول عمره يعني صديق العزيز. ولكن على اللائحة منذ أكثر من 20 عاما أكثر. نتمنى إذا ما كانش إذا لم تلعب السياسة دورا طبعا. ولكن في نوبل. هناك من هم أدنى منه فكرا وثقافة وشعرا وحازوا على حازوا عليه. أنا عندي سؤال حقيقة سريعا جدا. يمكن أنا درست كثيرا في اللغة الأسبانية. أنا دارسة للغة الأسبانية ومتحدثة للأسبانية. فكنت يعني الحقيقة كنت يعني أنظر إلى الشعراء الأسبانية زي لوبي دي بيجا كاردولون دي لا باركا وتأثرهم باللغة العربية أكيد نعم. سبب طبعا يعني مكوث العرب لأكثر من 800 عام ولكن الشعر الأسباني هو من نسج الشعر العربي بشكل كبير جدا. هل يحصل ترجمة أحيانا سريعة من الشعر الأسباني للعربي بالذات الشعر القديم الأسباني للعربي يكون أسهل في الترجمة؟ من أكثر النصوص الشعرية المترجمة إلى العربية هو الشعر الإسباني. لماذا؟ لأنه لدينا علاقات تاريخية قديمة بين مصر واللغة في كلمات واللغة من طبعا. اللغة من العربية موجودة في الأسبانية في أكثر من 7000 أو 8000 كلمة تمام. موجودة في اللغة يعني حرف ألف لام التعريف أل موجودة في الإسبانية وبالمناسبة التأثير ليس فقط على القصيدة الإسبانية ولكن على القصيدة الإسبانية المكتوبة في أمريكا اللاتينية أيضا لأن اللغة واحدة يعني. لأنه العلاقات القديمة لدينا أقسام كثيرة وعديدة في اللغة الإسبانية في يعني الألسن طبعا والقاهرة والأزهر والأقاليم ومنيا وسوهاج وأسيوط كلها موجود. ففي وأيضا هناك المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد الذي أسسه طه حسين سنة 1948 هذا يعني عمق العلاقات. أيضا في هذا معرض الكتاب دعونا عددا من المستعربين والمستعربات من إسبانيا فالشعر موجود. بالعكس يعني أنا شايف أنه مصر وسوريا من أكثر البلدان
العربية التي نقلت الشعر الإسباني بمختلف عصوره. في مسألة حضرتك سألت عنها وهي مسألة تأثير العرب على الشعر الإسباني. بالضبط ده سؤال. أولا لوركا، لوركا لأنه هو ابن غرناطة طبعا وله ديوان التماريت. هذا الديوان مكتوب على شكل الشعر العربي جدا، وهو أول من أدخل كلمة القصيدة والديوان صحيح. إلى اللغة الإسبانية. هذه صحيح. المفردات موجودة فعدد كبير، وحتى أيضا لوبي دي فيجا، يعني عندما تقرأ للوبي دي فيجا تشعر وكأنك تقرأ شعر عربي، فهذا هو التأثير يعني. صح. فهذا التأثير موجود، وحاول كثيرون أن يقلدوا أو أن يسيروا في المسار نفسه الذي صار فيه لوركا. يعني أستاذ أحمد عم نتحدث يمكن عن التأثير وقوة التأثير واللي ممكن إنها تستمر لأعوام وممكن إنها تترك إرث لأجيال قادمة، فعلا يحسوا إنه هذا الشخص هالقد كان شخص متأثر ومؤثر بنفس الوقت. لما نتحدث عن حضرتك بمجال الشعر، كيف بتشعر حضرتك وأنت سفير أكيد لبلدك مصر من خلال أعمالك؟ شو الأشياء اللي ممكن من خلال أعمالك ومن خلال فنك تحدث هذا التأثير؟ هو أنا يعني هذا السؤال كان في بانل ديسكشن يعني قش مفتوح في كوالالمبور، وكان نفس العنوان الشاعر سفيرا لنفسه ولبلدان بلده يعني. أكيد. فأنا كان كلامي كله منصب على فكرة أنه صلاح عبد الصبور مثلا كان ممثل الشاعر الكبير الرائد، كان ملحقا ثقافيا لمصر في الهند لمدة 5 سنوات. أيضا أوكتافيو باث الحائز على جائزة نوبل سنة 1986 المكسيكي كان سفيرا لبلاده في الهند. صحيح. يعني الشاعر حيدر محمود كان سفير طبعًا للأردن، حيدر نزار قباني سفير لسوريا يعني العديد، وكان في تونس أيضا. صحيح. كان سفيرا لبلدي في للأردن في تونس. هو الأمر يحدث بالعكس، بمعنى أنه أوكتافيو باث وصلاح عبد الصبور تأثرا بالهند وأيضا قدم الثقافة الهندية لبلدانهم بلدهما يعني المكسيك ومصر. عندما أسافر فأنا لا أكون فقط أحمد، ولكن أحمل معي بلدي وثقافتي. صحيح. وديني وما صحيح. أعرف يعني هذا التأثير مهم، يعني نحن نؤثر ونتأثر. صحيح. الحقيقة الحديث دائما ما بين الكتب وما بين الكلمة يطول ويطول. آه. يعني نحتاج إلى قهوة وشاي وكل الأشياء، ولكن حاولنا نقدم لمشاهدينا ننقلهم إلى عالم معرض القاهرة الدولي للكتاب. حضرتك أنا بشكرك شكرا جزيلا، شكراً نورتنا جزيلاً. بكل كلمة وإيه الكلمة اللي تحب تختم بيها يعني من معرض الكتاب من شاعر وأديب، تحب تقول إيه؟ فعلا هذا البلد مصر يعني وأيضا كل البلدان العربية تحاول قدر الإمكان أن يعني تخلق الكلمة وتصونها يعني. أكيد. وهذا شيء مهم، لأن نحن أهل الكلام، أهل أكيد. اللغة أكيد نصنع المعرفة ونصون الكلام. شكرا لك، نورتنا وشرفنا أكيد ببيت للكل الكاتب والشاعر أحمد الشهاوي. شكرا. كل التوفيق. كنت سعيدة جدا أكيد بهالحلقة كالعادة أستاذة شافكي، يعني نورتينا للكل. وأنا سعيدة جدا بهالمشاركة، يعني وصلنا للختام، ختام أكيد. حلقتنا لليوم أكيد بدنا نقول لك كل المشاهدين تصبحوا على ألف خير، وأكيد نلتقيكم بحلقة جديدة من بيت للكل. استنونا.